نبات الفوربيون المموج هو نبات سام بدرجة خفيفة يمكن أن يسبب تهيج الجلد، وله فوائد علاجية وطبية كثيرة. وللمزيد من الفوائد والمعلومات حول نبات الفوربيون المموج شاهد الفيديو إلى الآخر لتستفيد أكثر. حياكم الله متتبعي قناتنا الأزهار والأشجار أينما كنتم وأينما ارتحلتم، أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. اضغطوا على أعجبني كتشجيع لنا لنشر المزيد، وحركوا الجرس ليصلكم كل جديد، واشتركوا في القناة إن لم تشتركوا من قبل فضلا منكم وليس أمرا. وفي الولايات المتحدة يتم تداول منتجات اللبين المتموج على نطاق واسع في شكل أقراص ومساحيق خاصة لعلاج اضطرابات الأمعاء. الأنشطة: خافض للحرارة، معقم، مدر للبول، وكذلك يعالج التآكل، النزيف، قرحة الشدق، الكالس، السرطان، المغص، الغيبوبة، الإمساك، الإسهال، الزحار، عسر البول، الحمى، الأمراض المعوية. والنبات كامل يستخدم لعلاج مرض الزهري المزمن، وهو نبات طبي له استخدامات طبية كما يلي: الاستخدام الرئيسي لهذا النبات في أمريكا الاستوائية والشبه الاستوائية هو مغلي من الأوراق والجذور لعلاج مجموعة واسعة من الاضطرابات المادية أو المعوية مع التصريفات المائية المخاطية، كما أنه يستخدم في علاج السيلان الطمث. والأوراق لها طعم حلو تليها الإحساس بالقسوة. يؤخذ اللاتكس في الماء كمسهل، يتم تطبيق اللاتكس كمادة كاوية على الجروح، يتم تطبيق حمام بخار، ويتم استخدام بخار أوراق النبات المغلي لعلاج الصداع، ويعتبر النبات قابض ومهدئ. يؤخذ مغلي النباتات لعلاج الإسهال. أظهرت مقتطفات الأوراق تأثيرا مثبطا كبيرا لنمو ضد الرشاشيات في المختبر. والآن سنتكلم عن سمية هذا النبات. ونبات شديد السمية، يحتوي عصارته البيضاء وبذوره على مواد سامة في حالة ملامسة الجلد الإنسان عن طريق الخطأ، فقد يؤدي ذلك إلى تهيج الجلد والإحمرار والبطور، كما تسبب النسغ تهيجا شديدا لعيون الإنسان. إذا تم تناوله عن طريق الخطأ فإنه يسبب الغثيان والقيء وتلف الأمعاء البشرية والكبد والكلى والأعضاء الأخرى. جرعة عالية من الابتلاع قد تكون قاتلة. إذا لامست نسغتها من الجلد يرجى شطفها بشكل متكرر بالماء النظيف. إذا ظهرت أعراض تسمم بعد الاستهلاك الخاطئ فيرجى طلب المساعدة الطبية على الفور. وأما عن ملامسة للجلد ففريبيون مموج هو نبات سام بدرجة خفيفة يمكن أن يسبب تهيج الجلد. تحتوي الأوراق والساق على نسغ أبيض حليبي يهيج الجلد عند ملامسته. عادة ما تكون الأعراض خفيفة وتشمل الإحمرار والحكة والتورم. تتبدد معظم الأعراض في غضون أيام قليلة. إذا دخلت المادة اللبنية في العين فإن الإحمرار وتشوش الرؤية والعيون الدامية من الآثار الجانبية الشائعة. نادرا ما يتم تناول النبات ولكن يسبب عدم الراحة في البطن. يمكن أن تشمل الأعراض الغثيان والقيء والإسهال بسبب طبيعتها الغازية، فإن البستانيين هم الأكثر عرضة لخطر التعرض. والآن سنذكر بعض المواصفات لهذا النبات. هو نبات اللبين المموج أو فوربيون جواهر. هو نوع نباتي من جنس الفوربيون من الفصيلة اللبنية، ويضم هذا الجنس حوالي 2160 نوعا نباتيا من النباتات الحولية والمعمرة، فهو بذلك من أكبر الأجناس النباتية عددا وتنوعا. والكثير من أنواعه عصارية تشبه الصباريات، وبعضها لا يمكن تمييزها هل تنتمي للعصاريات أم للجفافيات. وموطنها الأصلي شرق الولايات المتحدة الأمريكية وبعض مناطق أمريكا الجنوبية.
وهو نبات دخيل في بلاد الشام والمغرب العربي أو المغرب الكبير وتركيا واليونان وإسبانيا واليابان ونيوزيلندا، وهو في هذه البلدان قد يصبح عشبا ضارا. والفوربيون المموج نوع نبات عشبي حولي له ساق منتصبة طولها ما بين 20 إلى 80 سنتيمتر، وهذه الساق تتفرع إلى فروع عليها أزواج من الأوراق المستطيلة على طولها. الورقة بسيطة مستطيلة الشكل بيضاوية مستديرة عند حافتها. سطح الورقة مغطى بشعر ناعم مجعد غالبا في صف واحد، تصبح بدون شعر مع التقدم في العمر. عادة يكون السطح السفلي للورقة أخضر فاتح، نادرا ما توجد بقع حمراء في منتصف السطح العلوي للورقة. قد يصل طولها ما بين 3 إلى 5 سنتيمتر، والسوق غالبا ما يكون لونها أحمر. الجزء الأسفل من الساق منتصبة، تفرز الساق والفروع سائلا حليبيا عند كسرها، والزهور صغيرة جدا لكنها مميزة. معظمها يكون في مجموعات زهرية تضم الزهور المذكرة، وفي الوسط الزهور المؤنثة التي تتحول إلى تمرة بعد الإلقاح. والثمرة عبارة عن كبسولة مكونة من 3 أقسام، وتتدلق الكبسولة في البداية ثم تصبح منتصبة عند النضج، وتكون عندها مشوبة باللون الأحمر. وكل قسم من الأقسام الثلاثة يحوي بذرة واحدة، والبذور مستطيلة بيضاوية الشكل، زواياها مستديرة، وسطح البذرة متموج، لونها بني داكن مع طبقة شاحبة. ويعتبر في كثير من الأحيان من الأعشاب الضارة، ويزرع أحيانا كنبات للزينة. وطعم الأوراق في البداية حلو، ولكن لها مذاقا قاسيا، يجب ألا تؤكل، لأن معظم النباتات من جنس الفوربيون تفرز مادة اللاتيكس السامة التي تهيج الجلد وتلهبه عند لمسه. وهذا النبات له قدرة إنجابية قوية إلى حد ما، إنها تغزو دائما الأراضي الزراعية وتعطل نمو النباتات المحلية. إنه عشب شائع جدا، وعندما يغزو حقول الذرة تقل غلة الذرة بشكل كبير. وأما من أراد التخلص منه، فأفضل وقت للتخلص من الأعشاب الضارة قبل الإثمار، أولا الإزالة. هذا النبات عشبي صغير، يمكن إزالة هذه الحشائش باليد القفاز أو بواسطة الأدوات. ثانيا التقليم. هذا النبات سنوي، يمكن لتقليم أجزائه الهوائية احتواء نموه بشكل فعال. ثالثا الحرث. حرث التربة قبل الزراعة ودفن الحشيش بالكامل في التربة. رابعا المكافحة الكيميائية. إذا كانت الحشائش أكثر من اللازم لسحبها، فستكون مبيدة الأعشاب مفيدة في القضاء عليها. وكملاحظة، هذا النبات سام، خطط للحماية بدقة، وارتدي القفازات وتجنب الاتصال المباشر. وقبل الختام أريد أن أسألك، هل توجد هذه النبتة في بلدتك، وما تسميها بلهجتك؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.